السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نشارك معكم وصفة بزاف بنينة وشكلها أي شهي، وهي أفخاذ الدجاج الكذاب. وصفة لذيذة مشبعة وغنية في نفس الوقت، ويحبوها بزاف الأطفال. يعني احنا أصلا درناها باللحم تاع الأفخاذ، يعني مشي كامل الفخذ ولا الكويس، راح ندو الجزء السفلي فقط. زدنا له البطاطا، الفرماج والمهدنوس، وتقدروا تضيفوا أي إضافات تشوفوهم مناسبين، وراح تتحصلوا على أفخاذ الدجاج ولا أروع. تقدروا تجوزوهم مع المايونيز، تقدروا كذلك تجوزوهم مع الكاتشب، تقدروا ديروا حتى مرقة ثقيلة، ولكن يعني في اللحظة الأخيرة كامل باش تسقوهم هكذا، باش أفخاذ الدجاج هادو يحافظوا على القرمشة ديالهم. راح نبداو الفيديو تاعنا بالصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. قولوا بسم الله وعلى بركة الله، وندخلوا مباشرة في الوصفة. كنت خديت طنجرة ودرت فيها هذه الكمية نتاع أفخاذ الدجاج، ولا هذاك الجزء السفلي فقط. هاوليك تحبوا يعني هذيك الجلدة اللي من فوق تنحيوها كيما تحبوا تخليوها، يعني كيما حبيتوا. المهم يعني ما راحش نستخدموها في الوصفة، يعني بعد ما يطيبوا هاد الأفخاذ راح نحيوهم كامل. راح نكوا هذا الدجاج بالأوراق تاع الرند، عندي 3 أو 4 فصوص يعني كرازيتهم فقط، وعندي كذلك بذور الفلفل الأسود. إذا ما كانش عندكم يعني تقدروا ديروا البودرة فقط. وعندي كذلك حبة تاع بصل صغيرة قطعتها تقطيع عشوائي، يعني هادو راح يكونوا بمثابة منكهات هكذا باش ينكهونا هذا الدجاج. راح نديروا شوية ملح ونديروا كمية من الماء اللي تكفينا باش يطيبوا هاد الأفخاذ تاع الدجاج، ومباشرة حنحطوها فوق الماء. كذلك عندي هاد الكمية تاع البطاطا، يعني 4 حبات متوسطين، أنا درت 3 وحدة صغيرة هايليك. وبالنسبة لأفخاذ الدجاج يعني درت 8 قطع، وكل وحدة دير على حسب أفراد العائلة. ضروري يعني تكون الكمية تاع اللحم مناسبة مع الكمية نتاع البطاطا، يعني هكذا لما تكونوا تاكلوا فيهم يعني مشي تحسوا القوت تاع البطاطا فقط، يعني ضروري تكون كمية مليحة نتاع الدجاج. كذلك يعني درت لهم نفس الشيء، قطعت مكعبات صغيرة، درت لهم الملح والماء، وراح نخلي هاد البطاطا يعني حتى نطيب ليك الزبدة. اللي تحب هاد البطاطا يعني تفورها عادي في الكسكس وتطيبها على البخار، يعني كذلك راح تجي في هاد الوصفة. انا شوفوا الافخاذ تاع الدجاج يعني لازم تطيبوهم مليح مليح هايليك هكذا، باش من بعد نقدروا نحيوا هذاك اللحم على العظم. والبطاطا كذلك راح تطيب، يعني ما راحش تدي مده طويله، من ربع ساعه حتى 20 دقيقه. قطرتها مليح مليح من هذاك الماء، وراح يعني نبصها فقط بهذا الاداه، يعني لا داعي انكم تستخدموا الاشواخ. اللي ما عندهاش يعني تستخدم الفرشيطه فقط. اصلا يعني في هذه الوصفه لما يكونوا عندكم يعني قطعه تاع البطاطا وقطعه تاع الدجاج يعني راح تجي بزاف بنينه. هنايا يعني حبيت نقول لكم فقط ملاحظه، يعني هاد البطاطا كل ما نكهتوها كل ما راح تجي بنينه خير وخير. معناتها تقدروا ديروا لها فرماج خاص بالطريق، تقدروا ديروا لها شويه زبده، يعني هنا كيما حبيتوا. البطاطا كل ما نزيدوا نكهوها وكذلك يعني نديروا لها كميه تاع الملح اللي تكفيها، يعني راح يجوا هاد الافخاذ تاع الدجاج بنان. هاي ليك الافخاذ تاع الدجاج كذلك، يعني صفيتهم هنا فقط، نتوما خلوهم يبردوا شويه. انا توجو يعني نكون مرتبطه بالوقت، بوقت الفيديو، بالمونتاج وما الى ذلك، نتوما يعني خدموا في غرضكم. هاي ليك هذيك العظمه حاولوا تنحيوا لها كامل هذوك الزوائد، لاننا كذلك راح نستخدموها في الوصفه. يعني وصفه بزاف سهله، فقط يعني لازم لها شويه الخاطر. انا شوفوا العظمه كيفاش لازم تنقيوها، يعني لازم نقيوها مليح مليح. بعدها راح نحكموا هاد القطع تاع اللحم ونقطعهم كذلك مكعبات صغيره هايليك. يعني هاد الوصفه كذلك تقدروا تضيفوا فيها اي اضافات. انا درت لها الفرماج ودرت لها البطاطا ودرت لها هاد اللحم وكذلك درت لها المعدنوس. انتم يعني تحبوا تزيدوا هذيك البطاطا تنكوها بالزبده، تنكوها بالفرماج يعني خاص بالطلي كما قلت لكم في البدايه. كذلك يعني تقدروا تضيفوا بعض الخضار تكونوا فورتوهم، مثلا زروديه ولا كورجيات ولا كيما حبيتوا. المهم ديروا في بالكم بلي هاد الوصفه كل ما نكهتوها مليح ودرتوا لها يعني اضافات راح تجي كذلك بزاف بنينه. انا حبيتكم تلاحظوا، شوفوا الكميه تاع الدجاج يعني ناقصه شويه فقط على الكميه تاع البطاطا، ما لازمش يعني البطاطا تكون غالبه بزاف على الكميه تاع الدجاج. درت كذلك المعدنوس يعني حوالي نص ربطه. عندي كذلك فرماج الموزاريلا، يعني راح يمد لهاد الوصفه واحد البنه من اروع ما يكون. ولما تكونوا تاكلوا في هاد الافخاذ تاع الدجاج وتجي هذيك يعني التكسيله تاع هذاك الفرماج ولا هذيك المضه تاع الفرماج، يعني راح يكون منظر بزاف اي شهي. هاي ليك هنا كذلك درت لها الفلفل الاسود وزدت لها شويه ملح فقط. راكم تعرفوا يعني البطاطا تدي كميه مليحه من الملح. هنا خلطت باليد فقط هكذا باش نخلط كامل هاد المكونات. هاي ليك نوريكم فقط هذوك العظام، يعني ما قلت لكم شحال درت. انا درت 8 من افخاذ الدجاج ولا بالاحرى هذاك الجزء السفلي. هاي ليك
راح نحاول نقسم هذه البطاطا على 8 اجزاء متساويه. هكذا باش هذه الافخاخ تاع الدجاج يجيو كامل في قياس واحد. خديت صينيه ودرت لها قطعه من البلاستيك وراح نبدا نشكل هذا لي بول توعي هاي ليك. يعني في الاول راح نحاولوا نقسموا هذه الكميه تاع البطاطا ومن بعدها نبداو بالتشكيل تاع افخاخ الدجاج. هنا يعني ماشي شرط ديرهم كبار بزاف وما ديرهمش صغار بزاف، يعني الحجم المتوسط راح يكون بزاف مناسب. وهاني قلت لكم يعني ما تحاولوش تكثروا البطاطا بزاف مقارنه مع الكميه تاع الدجاج، يعني حاولوا ديروا الكميه تاع الدجاج ناقصه شويه فقط على الكميه تاع البطاطا، هكذا يعني باش يجوكم هاد الافخاخ تاع الدجاج بنان. هاي ليك. الان راح نحاولوا نشكلوا هاد الافخاخ تاع الدجاج والطريقه سهله بزاف. شوفوا هنا ناخذوا هذيك العظمه ونحاولوا نديروها داخل هذاك الدجاج وهذيك البطاطا المعدنوس والفرماج. شوفوا الان كاش راح ندير. هنا حاولوا تخلوا هذه المسافه هكذا باش يجيكم الشكل تاعهم بزاف شباب. في البدايه راح نركزوا على هذه المنطقه اللي راني فيها، يعني تقريبا مرات الصوره تكون ابلغ من الكلام. هاي ليك. هنحاولوا نمدوا لهذاك الشكل، راني نخدم يعني في هذه المساحه، ولما نكملها ونمد لها هذاك الشكل راح نروح يعني للاسفل تاع هذاك الفخذ. هاي ليك. حاولوا تخدموا بهذا المكان هكذا باش يجيكم مدور وشباب. هاي ليك. ويعني ماشي شرط تشكلوا في هذه المرحله فقط، يعني من بعد راح نزيدو نديروه داخل البيض والفارينه ولا شابلوغ وراح نزيدو نمدوا له هذا الشكل خير وخير. وفي كل مرحله يعني حاولوا اذا كان عندكم الوقت ديروهم في الثلاجه، يعني راح يبردوا مليح مليح وهذيك البطاطا تحكم روحها. هاي ليك. يعني هذه الوصفه اذا درتوها في الشهر الفاضي راح يكون كاين الوقت، معناتها راح ديروا هذه المرحله وتخلوهم يبردوا شويه، تزيدوا تجيبوا ديروهم في الخليط تاع البيض الفارينه او لا شابليغ وتزيدوا تخلوهم يبردوا في الثلاجه في اللحظه الاخيره كامل تجبدوهم وتقليوهم. راح نزيد ندير لكم قطعه واحده اخرى لكن راح نديروها في عجاله هكذا باش الوقت تاع الفيديو يعني ما يجيش بزاف طويل. هاي ليك. يعني الشكل تاعهم راح يجي بزاف شباب. انا في هذا الوقت حطيتهم في الثلاجه يعني حوالي 5 دقائق فقط، بيد ما وجدت هنايا زوج حبات تاع بيض ودرت لهم شويه ملح، وتقدروا كذلك ديروا شويه فلفل كحل. خديت صحن درت فيه الفارينه وصحن واحد اخر درت فيه لا شابلوغ. هاي ليك. كذلك قلت لكم يعني في كل مره راح نحاولوا نمدوا لهم هذاك الشكل تاع الفخذ. هنايا ديرهم في الفارينه. هاي ليك. وهذا الجزء يعني لازم تقيسوه بالفارينه ومن بعدك تزيدوا تقيسوه بالبيض وتقيسوه بلا شابلوغ. يعني من بعد اذا ما تغلفوش هاد الافخاذ مليح مليح لما تكونوا تقلوهم في الزيت، يعني هذيك البطاطا راح تخرج كامل في الزيت وراح تخسر لكم كامل الوصفه، يعني ما راحش يحافظوا على الشكل ديالهم. شوفوا الان يعني هنا اذا لقيتوا لي عاونكم واحد يدير لكم يعني في البيض وواحد يدير لكم في لا شابلوغ يعني راح يكون خير وخير. شوفوا يعني نشمخت يدي بالبيض ومن بعد نزيد في كل مره نشللها باش نقدر ندير لا شابلوغ. هاي ليك. شوفوا يعني ما خليت حتى بلاصه بلا مقاس هذاك الخليط تاع البيض الفارينه او لا شابلوغ. يعني هذه المرحله بزاف مهمه، واصلا يعني هذه المرحله هي اللي تخلي هذه الوصفه ناجحه او لا. حاولوا يعني تثبتوا على هذه المرحله مليح ام مليح. هاي ليك. شوفوا الشكل تاعهم شحال جا شباب. يعني انا في الكاميرا هم يبانوا شويه كبار لكن حقيقه الشكل تاعهم كان متوسط، ماشي صغار بزاف وماشي كبار. راح نحطهم كذلك في الثلاجه ونخليهم يبردوا مليح مليح. هنا بالنسبه للزيت يعني لازم يكون زيت غزير ولا يعني حمام زيتي هكذا باش هاد الافخاخ تاع الدجاج يعني يتغطاو كامل بالزيت. هنا واش ديروا؟ احكموا طنجره يعني تكون صغيره، طنجره ولا الكسرونه يعني لما تكون صغيره ديروا فيها كميه صغيره تاع الزيت يعني راح تجي عاليه. بالعكس لو كان يعني ديروا مقلات ولا او تحاولوا تعمروها بالزيت يعني راح تدي لكم كميه كبيره. هاي ليك. يعني انا راح نقلي بالزوج فقط حتى نكمل. هاي ليك. انا ما سرعت لكمش الفيديو، راكم تشوفوا كيفاش راني نحط فيهم وبكل رفق. ضروري يعني تحافظوا عليهم هكذا يعني باش ما يتفتحوا لكمش داخل الزيت، وكذلك درجه حراره الزيت يعني حاولوا تقليوهم على نار متوسطه. اذا كان هذا الزيت بزاف سخون يعني لما ديرهم في الزيت يعني راح يتشقوا وتخرج منهم كامل هذيك البطاطا، ولهذا نحطوهم في زيت يعني يكون مسخن على درجه حراره متوسطه. هاوليك الشكل اللي تحصلت عليه. شوف الفرماج تاع المونزاريلا كيفاش بدا يذوب داخل هاد الافخاخ تاع الدجاج، يعني مد لهم واحد البنه وواحد الشكل بزاف مغري. انا راح نكمل الكميه تاع افخاخ الدجاج كامل بنفس الطريقه، يعني ما راحش يدوكم مده طويله، يعني فقط بمجرد ما ديروهم في الزيت ياخذوا تحميره خرجوهم لانه يعني فيهم كل حاجه طيبه. هاي ليك.
انا رافقتهم بالمايونيز والكاتشب، يعني ما حبيتش ندير المرقه لانني كنت مطيبه لا سوب، وانتم رافقوهم باش حبيتو. وتقدروا ديروا كذلك صوص فرماج، يعني راح يجوا معاها بزاف بنان. هاي ليك انا حطيتها مع الكاتشب ومع المايونيز، يعني خصوصا المايونيز يمثلهم بنا خاصه. وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله الوصفه تعجبكم وتنال رضاكم، واذا سيتوها في منازلكم تاكلوها بالصحه والهنا ان شاء الله. كذلك ما تبخلوش عليا بهذاك الجام، هكذا باش هاد الوصفه تنتشر على نطاق واسع ويستفادوا ناس واحد اخرين. وفي الاخير ما ليا الا نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.